بسبب خطأ طبي مغربية تعوض بالمليارات. بعد سنوات من الصراع القضائي انتصرت سيدة مغربية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية في معركة قضائية ضد طبيب تتعلق بخطأ طبي، وحكمت لها المحكمة بتعويض بالمليارات. وحسب مصادر مطلعة فإن الطبيب المعني أشرف على عملية توليد السيدة المغربية بالغرز الولادة التي تسببت لها في معاناة صحية لسنوات، مع وجود مخاطر كبيرة في حال قررت الإنجاب من جديد. تحكي المصادر أن المعنية بالأمر وتدعى فاطمة بالحق دخلت المستشفى سنة 2014 من أجل ولادة طفلها زياد البالغ من العمر 8 سنوات. حينها قام الطبيب بتشخيص نوع العملية التي تحتاجها، وقرر توليدها طبيعيا مع ضرورة شق الفرج، أي الولادة بالغرز، وهي العملية التي لم تسر كما يجب وتحولت إلى كابوس لفاطمة. ونقلا عن صحيفة جود سيتي تايم الأمريكية، فإن فاطمة أكدت أنها لم تقع فقط ضحية خطأ طبي، إذ لم تكن في حاجة إلى عملية الشق بالغرز، ولكنها كانت ضحية سوء رعاية طبية أيضا، ما أدى إلى آلام مستمرة ومشاكل في الحركة بعد الولادة. لافتة أنه رغم مرور 8 سنوات في الولادة الأولى ما تزال تعاني من مشاكل في الحركة، إذ تقول إنها تجد صعوبة في أداء الصلاة والحركة والمشي كما كانت في السابق. هذا وبعد أن قررت مقاضاة طبيبها سنة 2016 قضت هيئة المحلفين بتعويضها بمبلغ مالي قدره 3.25 مليار، المبلغ الذي اعتبره ضحية الخطأ الطبي، أن قيمته لا تهمها ما دامت لن تعيد إليها عافيتها المفقودة. في حين اعتبر محاميها دافنبورت أنتوني وبيل بريبيسكو أن التعويض عادل ومعقول. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.